ابو محمد، كان لك تعليق انت قبل شوي. في البيت الهلالي في شكوك كثيره يعني تدور حوالين اقاله المدرب. الان هذه شهاده ثانيه وبراءه حقيقيه لمعالي المستشار انه ما له دخل في قرار اقاله المدرب. هذه شهاده ثانيه وجت من ابن المدرب اللي كان يعني كلنا كهلاليين نتكلم انه هو من الاسباب الرئيسيه لانهاء عقد ابوه من خلال تدخلاته. الان هو يثبت انه ما يتدخل، واثبت انه القرار جاء من اداره نادي الهلال، وهذا تاكيد للمقابله كانت في السابق للامير نواف بن سعد، واحلف واقسم ان القرار كان ما له تاثير، ما في احد له تاثير على هذا القرار. وهذه شهاده براءه لمعالي المستشار، ثاني مره نقولها لكل الهلاليين وبما فيهم انا. الان واضحه الصوره، لان احنا كان في نوع قموض في المساله هذه، الان وضحت من خلال ابن المدرب، لان كل الاتهامات تدور حوالين راس ابن المدرب انه هو السبب، السبب المشاكل، سبب تدخلات في نوع من التعالي. الان يعني براءه علنيه من شخص اجنبي ما لا دخل في الشان الداخلي الرياضي لمعالي المستشار الاستاذ تركي آل الشيخ. انا ارفع له العقال احترام على كل ما يقدمه للانديه، للاعبين، للاعلام. التدخل احيانا في مثل هذه الامور لا يخدم الرياضه السعوديه، ولكن الشيء اللي واضح الان ان كل نادي قادر انه يتخذ قراراته من تلقاء نفسه، وهذا دليل على براءه معالي المستشار.